سعد من شباب المنطقه. دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه صغيره. دلوقتي هو الراجل باشمهندس خالد عبد العزيز لما جه قعد خد كل ارائنا، بس انا كنت بطلب منه، قلت له يا باشمهندس نفسي في حاجه واحده، قال لي، قلت له نفسي رئيس مجلس المدينه يقعد ورئيس الحي عشان احنا عندنا مشاكل برضو في المنطقه. قال حاضر. هي هو النظام القديم، الرئيس يجي كله يجي معاه. ايه مشكلتك؟ مشكلتنا دلوقتي المجاري بيجي لنا على الوسط 20 جنيه، ما حدش ولا بيسال في المجاري بتاعه. بيجي لنا احنا ساكن في بيت اربع ادوار، الشقه اوضتين وصاله، بيجي لنا في ميه 300 و400 جنيه. علي محمد محامي ومقيم في شبرا الخيمه في ابراهيم بيه. هي بصراحه المؤتمر اللي حصل دوت في وجود الرئيس المجلس القومي للشباب، انا شايفه يعني من وجهه نظر، يعني واخد بالك وجهه نظر، عشان يعني الشباب يكون عنده وعي بالموضوع دوت، ان شبرا الخيمه اكتر منطقه فيها دعايه للتوظيف. شبرا الخيمة أكتر منطقة فيها دعاية للتوظيف، مع ذلك إن الشباب ما بيلجأش لهذه الدعايات أو للوظائف لقلة الراتب. دي أولاً، دي حاجة، دي قلة الراتب. تاني حاجة إن الوظيفة اللي راح لها لا إما مندوب مبيعات يقعد يلف طول النهار بأجر زهيد. أنا اسمي أبو سعود محمد. يعني الواحد بيعلم عياله عشان إيه؟ يعني أنا مثلاً اللهم صل على النبي، عندي خمسة أنا معلمهم، قاعدين في البيت مش لاقيين شغل، يعني ازاي انا خليتهم كليات كلهم؟ ها؟ وبعدين بنت يعني تبقى مثقفه وعندها شهاده، يعني مخلصه ليها خمس سنين مدرسه انجليزي. يعني انت عايز وظيفه تليق بيها؟ للعيال، للعيال مش ليا انا. حضرتك النساء ما غيرتش اي حاجه ولا عملت اي حاجه، بالعكس كل بيمسك كرسي لما صدق انه ماسك الكرسي. انا واحد من الناس كل اعضاء مجلس الشعب ما عندهمش حاجه، ما بيتكلموش على البطاله، كل تكلمهم عن الشهداء زي ما تقول ان هم ما نزلوش التحرير وما اتصابش، بيقول لهم انزلوا عشان تتصابوا عشان تتعينوا عشان تاخدوا مكافئات عشان تاخدوا فلوس، كل حاجه بقت للشهداء، ما فيش اي حاجه للشعب خالص. الاسم سعد عبد الوهاب حسن علي، انا راجل مزارع وارض اوقاف. انا عايز حضرتك، الحكومه بتقول الاراضي الزراعيه الاراضي الزراعيه، فين الحكومه اما الارض بتتاخد من الفلاحين من يوم وليله؟ من البلطجيه بينزلوا علينا بياخدوها. تعرف عليك حازم شعبان، شغال هنا في المركز. مركز شباب ابراهيم بيه، وكنا مستنيين لقاء الوزير دوت، يعني بقى لنا دلوقتي 7 سنين، لان هو جه في ايام الثوره قالوا لك اللي شغال بقى له 5 سنين بقرار مجلس اداره يحق له ان هو يتعين او يشتغل بمكافاه شامله. انا شغال بقى لي 7 سنين، شغال بقى لي 7 سنين بقرار مجلس اداره، وجيت بكلم سياده الوزير يقول لي لا ده انا عندي 500,000 واحد شغالين بمكافاه شامله مش عارف اوظف حد فيهم، او مش عارف بمعنى صح ان انا اعين حد فيهم. طب انا واحد ازاي اتعين امتى؟ محمد عبده، انا هتكلم مشكله بسيطه جدا، مش بلساني، بلسان الناس كلها. انا ساكن في شقه ايجار 500 جنيه، اي وظيفه في اي شركه، اي وظيفه في اي شركه 12 ساعه تاخد اليوم كله، وكبيرها قوي 700 جنيه. ازاي نعيش؟ ازاي نعيش بس مش اكتر؟ هو ده الكلام اللي عندي. محمد عصام، انا دلوقتي برضو نفس مشكله زميلي المرتب، ودلوقتي مش عارف اعمل ايه. انا دلوقتي بدفع برضو ايجار 400 جنيه، تمام، ومراتي مثلا تعبت مش عارف اعيش منين، برضو الفلوس كل حاجه الفلوس.